ماضي على بعض المواضيع اللي من خلالها ممكن نحدد طبيعة الانفورميشن ليك اللي ممكن يصير، او نقلل من الانفورميشن ليك اللي ممكن يصير عندنا اياه. غطينا المرة الماضية فكرة الكوفر شانلز، فكرة الانفيرنس، وفكرة الكابتشرز. في اي سؤال عليهم على المواضيع اللي غطيناهم محاضرة امبارح؟ في عليهم اي سؤال؟ في اي شيء دكتور. ممكن؟ نعم دكتور أنا ما حضرت المحاضرة تبعت امبارح، أنا حطيتها على الساعة 8، فلو سمحت تقدر ترفعها أو لا، ارجع بنفس السؤال اللي سألت امبارح بالمحاضرة، حكيت لهم لا الريكوردات ما راح انزلهم. فالمواضيع بسيطة سهلة، ارجع لهم للسلايدز للكتاب، ان شاء الله تكون امورك كلها تمام. تمام، اذا في عندك عليهم اي سؤال اسألني فيهم بعد ما تدرسهم. طيب أوكي. اوكي، اي سؤال اخر يا جماعة؟ اي شيء ثاني مش واضح؟ اوكي، اذا غطينا المره الماضيه زي ما حكينا قبل شوي فكره الكوفرت شانلز، فكره الانفيرنس والكابتشرز، حكينا شو كل واحده منهم وشو فائدتها وشو بتساعدني وين او شو الهدف منها. اليوم راح نكمل ان شاء الله على بعض المواضيع، راح نحكي عن فكره الفاير وولز، وراح نمشي بعديها ونغطي المواضيع الانترودر ديتكشن، ونحكي عن التكنيكس الموجودة لفكرة الانترودر ديتكشن. اوكي، نعمل شيرنج للسيت اوف سلايدز. اوكي، اذا الفاير وولز فعليا شو هو الفاير وول؟ الفاير وول هو عبارة عن ابلكيشن موجود عندي على ديفايس معين، بالعادة الراوتر، بحدد لي شو اللي ممكن يفوت وشو اللي ممكن يطلع من عندي كنتورك. اوكي، فمرات كثير بشبهه بالسكرتيرة اللي بتسمح لناس معينين او اوراق معينه تفوت، وبتمنع باقي الاوراق اللي المفروض حسب البوليسي تمشي عليها انها ما تفوتش. اوكي، هاي فكره الفاير وول. طبعا هون السنس تبعنا راح نحكي عنه اللي هو شو اسمه، راح نحكي عن الكلاسيكال سنس للراوتر. الراوتر بالعاده لاي لاير بيشتغل؟ مين بيقدر يحكي لي؟ نتورك لاير صح؟ بالضبط، لحد النتورك لاير. هاي اللي اول ناس طلعت بالراوتر او فكره الراوتر والديزاين تبعه نعمل لحد ايش؟ يشتغل للنتورك لاير. هاي الكلاسيكال سنس تبعه، نفس الشيء السويتش بيشتغل للداتا لينك لاير، والبقيه بتشتغل على الابلكيشن لاير. الهاب كمان على الفيزيكال لاير. بعد التطور صارت الكمبيوترات اقوى، البروسيسورز احسن، التكنولوجيا احسن بكثير، الميموري اصغر واوسع ومور افيشنت. طورت عندي الراوتر، صار في عندي راوترز بيشتغلوا للترانسبورت لاير، في عندي راوترز بيشتغلوا لحد الابلكيشن لاير. اوكي، ولكن الكلاسيكال سنس اللي احنا راح نتبعه انه الراوتر فعليا بيشتغل لحد النتورك لاير. اوكي، فهي الفكرة الأساسية بالفايروول، بحدد لي شو المسموح له يفوت وشو المسموح له يطلع من الانترنال نتورك تبعتي. اوكي، للانترنت. اوكي، هاي فكرة الفايروول بشكل عام. الفايروول له عديد من الأسماء، ممكن نسميه ابلكيشن بروكسي، ممكن نسميه فايروول او ابلكيشن بروكسي، باكيت فلتر، ستيتفول باكيت فلتر، كل هاي المسميات تعطيني نفس الشيء اللي هو فكرة الفاير وولز، انه فقط شو اللي مسموح له يفوت من عندي وشو اللي مسموح له يطلع. اوكي، التسميات تعتمد حسب الفانكشناليتي للفاير وول. مثلا باكيت فلتر بيشتغل لحد النتورك لاير ككلاسيكال سنس للراوترز، نسميها باكيت فلتر. ستيتفول باكيت فلتر بيشتغل لحد الترانسبورت لاير، وبشوف الستيت على الباكيتس، شو اذا كان سبقتها هي جزء من سيشن معينه ولا لا، تي سي بي ولا يو دي بي والداتا الموجوده فيها. وبالاخير الابلكيشن بروكسي بيشتغل على الابلكيشن لاير، ونتعامل مع اي شيء انا بعطيه للابلكيشن بروكسي بيعمل له ستريب داون للداتا، بيشوف حسب الداتا، حسب شو المطلوب منها، حسب شو اللي انا بدي اسويه، بعدين برجع ببني الباكيت مره ثانيه بالانفورميشن تاعته از ذا سندر وبوديها. ولما توصله ريسبونس لهالباكيت اللي هو اداها، نفس الشيء بيعملها انسبكشن كامل، بتاكد الامور كلها تمام. هاي بالنسبه للبروكسي حكينا، و
بعد ما يعملها انسبكشن كامل يتاكد انه الامور كلها تمام التمام، برجع ببني الباكيت مره ثانيه وبوديها للاوريجينال سندر. تمام؟ فهاي فكره البروكسي. اول نوع من انواع الفاير وولز رح نحكي عنه اللي هو ايش؟ الباكيت فلتر. من اسمه ما دامنا صرنا نحكي عن باكيت اذا نحكي احنا عن نتورك لاير، اوكي؟ لما نحكي عن فريمز نحكي عن داتا لينك لاير، باكيت نتورك لاير، سيجمنتس على الداتا لينك لاير، وداتا او ابلكيشنز على الابلكيشن لاير. اوكي؟ الباكيت فلتر بيشتغل على الداتا لينك على عفوا على النتورك لاير، وبالتالي هو بس بيشوف النتورك لاير انفورميشن. بيشوف السورس اي بي ادرس، ديستنيشن اي بي ادرس، سورس بورت، ديستنيشن بورت، بعض الفلاجز اذا كانت المسج او الباكيت اللي انا عندي اياها طالع من النتورك لاير ولا داخل على النتورك لاير. اذا طالع من النتورك لاير بنسميها ايجرس، داخل على النتورك لاير بنسميها انجرس. اوكي؟ فقط هاي فكره الايجرس والانجرس. دكتور ايش اللي ايش اللي طالع؟ ما فهمت الايجرس والانجرس. مش انا عندي راوتر، الراوتر شو بيفصل لي؟ بيفصل لي النتورك الاساسيه تاعتنا او النتورك الداخليه تاعتنا تاعت البيت مثلا او تاعت الجامعه عن بقيه الانترنت. اي شيء بيطلع من النتورك تاعتي لبرا للانترنت نسميها ايجرس باكيت، واي شيء بفوت نسميه ايش؟ انجرس. فهي دخل بس بالدايركشن تبع الباكيت، هل هي طالعه من عندي ولا داخل لعندي؟ اوكي تمام. اوكي، فاذا احنا بنعمل بس انسبكشن لهالالمنت اللي هون، بناء عليه بنقرر اذا الباكيت مسموح لها تتحرك ولا لا من خلال الراوتر. فهي عمليه جدا سريعه، لانه انا ما بعملش انسبكشن للداتا كلها، للابلكيشن داتا، ولا انه بعامل الباكيت كانها جزء من ستريم موجود. خلص كل باكيت ديبندنت لحالها، ما لها دخل لا بالقبليها ولا بالبعديها. اوكي، فالادفانتج للباكيت فلتر اللي هو السبيد، سريع جدا، بسرعه 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 بسرعه، يلا اشتغل. اوكي تمام، امور امشي. طبعا ديس ادفانتج انه ما فيها كونسبت للستيت، it cannot see TCP connections اذا كان جزء الباكيت تاعتي جزء من TCP connection ولا لا، وهي بلايند للابلكيشن داتا، ما بتعرف شو طبيعه الداتا اللي عم تتودى وعم تنتقل، هل ممكن تكون عباره عن مالوير، ما لها دخل هي، كي بس بتشيك على الاي بي ادرس والبورت نمبرز والفلاجز والدايركشن تبع ايش؟ والدايركشن تبع المسج اللي عندي. اوكي؟ تمام. مثال بسيط على باكيت فلتر والرولز اللي ممكن احنا نحطهم. طبعا ان شاء الله لما توصلوا مختبر لاب سكيورتي رقم 553 في لاب كامل على فكرة الفاير وولز، وإحنا كيف بدنا شو بسموه، كيف نعمل ديزاين للرولز اللي إحنا بنتعامل معها. أوكي، فمثلا هون بحكي لك الأكشن إنه allow، شو allow؟ أي باكيت وسورس أي بي أدرس من جوا النتورك تاعتي لأي ديفايس لبرا الإنترنت عادي من أي بورت نمبر، بس البورت نمبر ايش؟ الديستنيشن رقمها 80، يعني اتش تي تي بي كونكشن. اوكي، اي شيء طالع من عندي ب اتش تي تي بي كونكشن اموره تمام، واسمح لي ايش؟ بالرد بالاكنولجمنت لاي باكيت من اي اي بي ادرس لاي اي بي ادرس، اذا كان السورس اي بي ادرس 80 بس الديستنيشن بورت اكثر من 1023. اوكي، يعني 1024 طالع، اسمح لي اياهم. اذروايز اعمل ديناي لكل الايش؟ لكل الباكيتس. اوكي، اذا هيك احنا عملنا فلتر ل اتش تي تي بي كونكشن اونلي. طبعا شغله زي هيك ما راح تزبط عندنا بايامنا حاليا، لانه انا لما اعمل ريتريف بعمل ريتريف لايمجز لفيديوز لصوت لفايلات لا 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 شغلات كثيره. حتى لو انا بتعامل ب اتش تي تي بي كونكشن ممكن يكون كونكشن تبعي او البروتوكول اتش تي تي بي اس سكيور اتش تي تي بي، ما بتعملش ب 80 مش البورت نمبر 80. اوكي، فهي الشغلات كلها بتأثر هون. فبس مثال بس مشان فرجينا مثال بسيط على كيف الفاير وول بيشتغل او الباكيت فلتر بيشتغل. اوكي تمام، اي سؤال لحد الان؟ في اي شيء مش واضح؟
اوكي طبعا. بس واحده من الشغلات اللي اي اتاكر بده يعمل اتاك على السيستم اوكي، او اي بده يعمل اتاك على النتورك تاعتي، اول شيء لازم يسوي اللي هو ايش؟ انه يعرف شو البورت المفتوحين شو البورت المسكرين. فاستغلوا فكره انه هنا بالباكيت فلتر ما عندنا كونسبت للستيت بالمره. ما بعرفش اذا الباكت اللي واصلتني هل هي بدايه الكوميونيكيشن نهايته بالنص، ما في عندي الكونسبت تبع الستيت ابدا ابدا. وشو عملوا ديفايس لاتاك مشان يفحص ويشوف ايش البورتس المفتوحين؟ بحكي لك انا بدل ما اودي كونكت باكت يوزنج تي سي بي كونكشن، برجع بودي اول شيء ايش الاكنولجمنت. طب الاكنولجمنت وبظهر عندي هو الباكت الثالثه، انا بودي له كونكت برجع لي شو بسميه اكسبت، وانا بودي له اكنولجمنت للاكسبتنس اللي هي ثري واي هاند شيك بروتوكول. فشو بودي عليه؟ بالاكنولجمنت باكيت. هسه اذا وصلت للديفايس والديفايس وصل له اكنولجمنت بس ما في الكونكشن باكيت من البدايه وانا ما وديت لك الريسبونس لها، شو برد لي؟ ريسيت باكيت. اوكي استغلوا هاي الفكره. فبعمل كالاتي، بصير اختار بالبورت نمبرز واحد ورا الثاني، بودي لها الاكنولجمنت باكيت، بودي لها اكنولجمنت باكيت ل ديستنيشن بورت مثلا 1207 1208 بالمثال الموجود عندنا اياه هون، مسكرين ما في اي ريسبونس بيرجع لي لانه الفاير وول خلص وقفهم عنده فما في ريسبونس بالمره. لو افترضنا انه البورت 1209 مفتوح لسبب معين من الاسباب، البورت رقمه 1209 شغال ومفتوح وكل اموره تمام تمام، الاتاكر ودى اكنولجمنت باكيت وصلت للفاير وول، الفاير وول سمح له انه يمشي، دخلت وصلت للديستنيشن. الديستنيشن شو بشوف؟ بشوف اكنولجمنت باكيت. طب هو ما في عنده كونكت باكيت من البدايه، شو برد عليه؟ برد عليه بريسبونس او عفوا ريسيت باكيت. ترود بتشوف الريسيت باكيت تعرف ان البورت نمبر 1209 لانه رد عليه مفتوح، واي مسج قبليها ما نرد عليها بتعرف ان البورت ايش؟ مسكر. طبعا اذا احنا نجح هذا الاتاك ليش؟ لانه ما في الكونسبت للستيت موجود، انا ما بعرف اذا هالباكيت اللي وصلتني كفاير وول هل هي جزء من بريفيوس كونكشن ولا لا؟ تمام؟ كيف حلوها؟ بشيء بسموه ستيتفول باكيت فلتر، انه احنا شغالين على الداتا لينك على عفوا على الترانسبورت لاير وعندي الكونسبت للستيت موجود. فاذا شفت اكنولجمنت باكيت ما في قبلها كونكشن باكيت بعرف انه عباره عن اتاك وبالتالي بوقفها هناك. اوكي؟ بوقف الاتاك كله هناك. اوكي؟ فظهر عندنا اللي هو ايش؟ الستيت فول باكيت فلتر بيشتغل على الترانسبورت لاير وعنده الكونسبت للستيت موجود، حتى اليو دي بي باكيت بيخليهم او بزيفهم عنده بس مشان يعرف شو البريفيوس داتا اللي عمال تتودى. طبعا الادفانتج له، اول شيء اي شيء بيقدر يسوي باكيت فلتر الستيت اوف الستيت فول باكيت فلتر بيقدر يسوي لانه شغال على ليفل اعلى. الشغله الثانيه it keep tracks of ongoing connections to prevent something like TCP scam, TCP acknowledgement scam. اوكي ذس ادفانتج، اول شيء ابطا شوي من الباكيت فلتر لانه بحتاج يعمل بروسيسنج لكميه داتا اكبر، بنفس الوقت لسه الابلكيشن داتا احنا ما بنشوفها وبالتالي لسه في شويه ضعف. اوكي ولكنه اسرع بكثير من الباكيت فلتر. حدث الامور كيف يا جماعه؟ واضحه ولا كيف؟ دكتور نعم انت بتحكي انه اسرع من الباكيت فلتر بس هون ستور ابطا من الباكيت فلتر. بس انت حكيت اسرع عادي. انا حكيت اسرع. اوكي انا خربطت العادي، هو ابطا من الباكيت فلتر لانه بيتعامل بكميه داتا اكبر. طيب اي سؤال ثاني يا جماعه؟ كله واضح؟ كله تمام؟ اوكي. اخر نوع من انواع الفاير وولز اللي نحكي عنهم اليوم اللي هو الابلكيشن بروكسي. كلمه بروكسي او الوكيل، تعريفه بالعربي الوكيل، انه something that acts on your behalf. فشو اللي بيصير؟ طبعا هو عباره عن ابلكيشن. لما بدي اعمل انا باكيت معينة
البروكسي بيظهر للانترنت كله او للعالم كامل انه هو الموجود، ما ببين شو اللي وراء، اللي هو انا ما ببين يعني. تمام؟ وشو بعمل البروكسي؟ لما اودي له باكيت بيعمل ستريب داون للباكيت كلها، والابلكيشن داتا برجع ببني الباكيت بناء على الابلكيشن داتا الموجوده، لو من مين انا بدي اودي الباكيت وكل هالحكي وكل البروبرتيز اللي انا بدي اياهم، برجع شو؟ برجع ببني الباكيت مره ثانيه بالانفورميشن تاعته از سنتر وبوديهم. لما يوصلوا ريسبونس كمان برجع مره ثانيه بوصل له ريسبونس، بعمل ستريب داون بتاكد الامور كلها تمام تمام ما في مشكله. وايش بعمل؟ برجع ببني باكيت جديده بحيث انه هو السندر والاوريجينال سندر للداتا اللي هو انا الريسيفر بودي له. اوكي؟ طبعا شو الادفانتج اللي هون؟ بتفرج على الابلكيشن داتا، بيقدر يعمل عليها اناليسيس، بيقدر يشوف اذا فيها شيء ضار او شيء مش منيح او مالوير معين او فيروس معين، وبيشيك عليه وبتاكد انه الامور كلها تمام تمام. بالمقابل الباكيت فلتر والستيتفول باكيت فلتر ما بيقدروا يشوفوا ايش الابلكيشن داتا الموجوده عليها. تمام؟ طب دكتور، مش انفرنجمنت للبرايفسي انه ما بيصير يطلع الداتا؟ ما هي هو ما بيصير يطلع الداتا، بس انا بدي شيء اثق فيه يعني بالنهايه، الا ما يكون في خلينا نحكي جزء انا اثق فيه. بالعاده البروكسي اذا انا بدي استعمل بروكسي بدي اكون واثق فيه، عرفت علي؟ يعني الا ما يكون في عندي خلينا نحكي نقطه ضعف او شيء، خلينا نحكي باك درو للسيستم زي هيك. موضوع البرايفسي موضوع جدا كبير ومشكله كبيره، بس هون بدي اثق بال شو بسموه بالبروكسي واحكي خلص يعني اتحمل المسؤوليه. مرات كثير البروكسي بيكون عباره عن ابلكيشن نازل عندي على الكمبيوتر على الديفايس، فاذا وصلني مالوير او فيروس معين بشيك عليه هناك وبتاكد ان الامور كلها تمام تمام، بعدين بيعطيني اياها. اوكي؟ تمام. فادفانتج له كومبليت فيو كونكشن، فلتر باد داتا ات ابلكيشن لاير. ديس ادفانتج سبيد، بطيء مقارنه بالترانسبورت والنتورك لاير فلترز، لانه كميه الداتا والبروسيسنج كابابيلتي بتاعته اكبر بكثير وبيتعامل مع كميه داتا اكبر، وبالتالي فهو ابطا من غيره. اوكي؟ تمام. فهي الفكرة الأساسية اللي موجودة عندنا. طبعا بعض الناس بيحاولوا يتجنبوا البروكسيز، بيحاولوا يتجاوزوهم من خلال انه يعمل سكان لشو طبيعة البورتس مفتوحين او مسكرين. فنفترض مثلا انه الفاير وول عندي شغال على بروكسي موجود على راوتر. اوكي؟ الفاير وول شغال على بروكسي موجود وين؟ على راوتر. شو بيعمل الاتاكر؟ الاتاكر بيعرف كم هاب او اهم كم هاب هو بده او بيحتاج لحد ما يوصل لجوا النتورك تاعتي لجهه معينه. بيعمل التي تي ال فلاج، التايم تو ليف فلاج، قيمته عدد الهابس للبروكسي بلس واحد. فشو بصير اذا وصلت على راوتر على بورت نمبر مسكر، عفوا فاير وول بسكرها بوقفها هناك وما بكمل عادي الامور تمام تمام. اذا وصلت على بورت مفتوح وهي ليجيتيميت باكيت كل امورنا تمام تمام، بتروح لمين؟ للنكست هاب. لما توصل على النكست هاب شو بصير هناك؟ لما توصل على النكست هاب هناك بصير قيمه تي تي ال زيرو، وبالتالي بيعمل جنريشن لايش؟ لايرور مسج. اوكي؟ اللي هي الاي سي ام بي مسج، انترنت كنترول مسجنج بروتوكول. بيرد لي على الاوريجينال سندر اللي هو بهي الحاله ترودي انه تايم اكسيدد. تمام؟ هسا شو بعرف ترودي؟ بعرف انه المسج اللي وديناها على البورت نمبر مثلا هون بالمثال 1 2 3 4 5 مفتوح البورت. بينما 43 و44 البورت تبعهم ايش؟ مسكر. اوكي؟ هاي وضع طبيعي. بروكسي مرات بيلعب فيها مزبوط انه ممكن هو ايش لما شو بيعمل ديستروي للباكيت كامل، بيتفرج على شو بسموه، بيتفرج على الداتا وبيتعامل فيها وبعدين ببنيها مره ثانيه. بعض البروكسيز ترجع تبنيهم كلهم من الصفر، فبترجع بتعدل ايش التايم تو ليف فاليو
فممكن يفوت لجوا عادي، وبالتالي الاتاكر ما راح يعرف شو البورت المفتوح وشو البورت المسكر لانه كله ما راح يوصل منه رد. اوكي، فممكن نستغل البروكسيز ان نعمل له كونفيجريشن بطريقه صحيحه، انه الغي معظم ايش الاتاكس اللي موجود، البورت سكان اتاكس الموجوده عندنا. مرات بسموه البورت او البروكسي، مرات شو بسموه ديب باكيت انسبكشن، انه هو بفوت على الباكيت من جوا، بتفرج على الابلكيشن داتا كل اموره تمام تمام، بشيك عليها وبظبط انه ما في عندنا مشكله، فهي ديب باكيت انسبكشن. اوكي، طيب بشكل عام النتورك تاعتنا بتتجزأ لجزئين. خلينا نحكي كيف بدي استغل انا الديفرنت تايبس اوف فاير وولز مشان يكون انا عندي مور افكتيف مور سكيور سولوشن للسيستم اللي عندي. الفكره هي كالاتي، بحكي لك انا بجزء النتورك تاعتي لجزئين اساسيات، بابليك دومين وبرايفت دومين. بابليك دومين في الويب سيرفر والاف تي بي سيرفر والدي ان اس سيرفر وكل الشغلات اللي ممكن تكون بابليكلي افيلبل للناس. اي شيء فيه سنسيتيف داتا برايفت داتا بنحط ايش لحاله. الجيت واي الاساسي فيه باكيت فلتر، بس بشيك والله على الاي بي ادريسز والبورت نمبرز وهالحكي كلياته، امور تمام، بتروح على الويب سيرفر بيرجع ريسبونس وكله ممتاز وكله تمام تمام. اذا انا احتجت اني افوت على شو؟ على داتا اعمق، داتا برايفت، هون بحكي لك لا وقفي شوي، من دخلك على الابلكيشن بروكسي بتاكد انه الامور كلها تمام التمام، انه ما في مشاكل، انه ما في عندي فيروسز، ما في عندي مالوير ولا شيء. اوكي؟ يعني زي ما بدي اعمل انا ريموت اكسس على ديفايس معين، ما بفوت مباشره وخلص اي واحد ممكن يفوت، لا بتروح على بروكسيز تتاكد الامور كلها تمام التمام، وانه ما عندنا مشاكل، انه كله ممتاز. اوكي؟ فهيك ممكن احنا نعمل ايش؟ مالتيبل او نستغل مالتيبل تايبس للفاير وولز بحيث انه ايش؟ نقدر نستعمل السيستم بطريقه سكيور. تمام؟ هل لحد الان الامور كلها واضحه؟ ايناس؟ ايناس سليمان؟ نعم دكتور. ما نعم عليك؟ دكتور نعم. ما عليك؟ معك دكتور. نداء معي؟ اه دكتور معك. منار؟ اه نعم دكتور. طيب بس ناخذ 5 دقائق، بدي اشرب لي كاس مي وراجع لكم ان شاء الله. الأمور كلها تمام التمام. أيوب معنا؟ أيوب؟ بهاء؟ دكتور موجود. أيوب؟ آية؟ معك دكتور، بس قبل ما جبت مايك كنت قاعد أسمع بدون مايك. طيب كيف كنت تسمع قبل شوي؟ موجودة دكتور. طيب كيف كنت تسمع قبل شوي؟ موجودة دكتور. أنا دكتور كنت بس أسمع مش حاط مايك يعني. أوكي طيب. إذا راح نغطي هسا، إذا ما في عندكم أي سؤال أي شيء، مش إذا في أي سؤال لو سمحتوا اسأل. طيب ما في اي سؤال، راح نروح على النكست توبيك اللي نحكي عنه اليوم، اللي هو الانتروجن ديتكشن سيستم. لحد الان كل حكينا كان سواء كنا نحكي عن مواضيع الاوثنتيكيشن بغض النظر ايش كانت، باسوردز، بايومتريكس، الفاير وولز، كلهم بيقعوا تحت مسمى intrusion detection prevention، انه انا بدي امنع الانترودر يفوت عندي على السيستم. طيب نفترض انه الانترودر دخل وخلص وصل السيستم، وبعدين شو نساوي؟ هون بيجي عندنا another set of techniques بنسميهم intruder detection system، انه دخل الانترودر انا عندي اياه وعمل اللي بده يساوي. طبعا انا بدي اعمل له detection، بدي احاول اعرف
اذا في عندي انترودر داخل بخبص او بعمل بسوي ولا لا. بالعاده احنا بنعمل ديتكشن للانترودر من خلال الاكشنز اللي هو بيسويهم. من خلال شو الاكشنز اللي هو بيسويهم نعرف اذا في عندنا احنا ايش انترودر ولا لا. اول فكره كانت موجوده كانت انه نعمل احنا ايش؟ نعمل اناليسيس لللوجز اللي موجودين عندنا اياهم. طبعا عمليه الاناليسيس لللوجز عمليه طويله تاخذ وقت كثير و يعني مش افيشنت خلينا نحكيها زي هيك، لانه مرات اللوجز ممكن يكونوا ايش؟ حجمهم كبير، كميتهم كبيره وعمليه الاناليسيس لهم ممكن تاخذ وقت جدا، وبالتالي تطورت عندنا الامور شوي شوي وظهرت عندنا ايش؟ تطورت عندنا الامور شوي شوي وظهرت عندنا التكنيكس اللي راح نحكي عنهم الان. اوكي؟ فهي عباره عن كرنتلي هات ريسيرش تاخذ في على شغل كثير حاليا، كثير من التكنيكس تعتمد على الارتفيشال انتليجنس، تعتمد على الماشين ليرنينج تكنيكس اللي حاليا في عليها اقبال شديد وتطور جدا كبير. اوكي؟ طبعا مين ممكن يكون الانترودر؟ اي واحد ممكن يكون الانترودر، ممكن يكون شخص عمل اتاك وحصل على اكسس من برا السيستم، وممكن يكون ايش؟ واحد من جوا السيستم وبده يخرب وبده يعمل اللي بده يسويه. فبجميع الاحوال احنا بندور على باترنز ذا اكشنز ايش؟ المفروض ما تكونش موجوده. اوكي؟ وشو ممكن الانترودر يعمل؟ ممكن يعمل لونش لويل نون اتاك، اتاك معروف بشكل كبير، وهي احسن شيء اذا الانترودر يعمل لي اياها، هي احسن شيء ممكن يكون عندي بكتشفه بشكل سريع جدا. او ممكن يعمل فاريشن من ويل نون اتاك، يشوف الاتاك اللي معروف كثير يغير عليه شوي ويعمل لونش لاتاك جديد مع شويه فاريشن وممكن يسبب لي شويه مشاكل. ممكن يعمل لونش لنيو اتاك او ليتل نون اتاك، ممكن يستغل السيستم ريسورسز بحيث انه يعمل شغلات معينه، ممكن يستعمل السيستم ريسورسز بحيث انه يخزن لي كميه كبيره من الداتا، او ممكن يستغل البرينتر مثلا يطبع اوراق والمفروض انه ما له اكسس عليهم يطبعهمش. اوكي؟ هاي كلها شغلات ممكن اي اتاكر يسويها. طبعا الاركيتكتشرز للانترودر ديتكشن سيستم نوعين اساسيات، هوست بيست ونتورك بيست. الهوست بيست انترودر ديتكشن سيستم تهتم فقط بايش؟ بالهوست، بالكمبيوتر، بالماشين، ما لها دخل بالنتورك اللي حوالينا. اوكي؟ ما بتهتم ابدا شو بيصير عندي على النتورك، بتهتم فقط ايش؟ بالهوست، بالكلاينت اللي احنا عندنا اياه. فهي بتعمل مونيتورنج اكتيفيتيز اون هوست فور نون اتاك اند نون اتاكس اند سسبيشس اكتيفيتيز. اتاكس زي البفر اوفر فلو، اسكليشن اوف بريفليجز، الريس كونديشنز، اي واحد بيستغل شيء المفروض ما يستغله ما يتعامل معه ايش؟ بتكون على الهوست لحالها بنحاول نعمل عليها مونيتورنج عشان نتاكد انه ما في عندنا اي شيء المفروض بسبب لي مشاكل مش موجود. اوكي؟ الشغله جدا مهمه انه احنا هون ما بنهتم ابدا بالبيهيفير اللي بيصير عندنا اياه على النتورك، انا الي بس ايش؟ بالماشين بتاعتي. Network based IDS architecture on the other hand ما بتهتم بشو بصير عندي على الكمبيوترز، ما بتهتم بشو بصير عندي على النوتس، اهتمامها بالترافيك، بالنتورك بيهيفير، بالنتورك بيرفورمانس، بالترافيك اللي موجود والباكتس اللي بنعملها اكسشينج ما بين الديفرنت نودز عندي بالسيستم. اوكي؟ فايت مونيتورز اكتيفيتيز اون ذا نتورك فور نون اتاكس اند سسبيشس بيهيفير. And it's designed to detect attacks such as denial of service attack, network probes, malform packets, كل هالشغلات اللي إلها علاقة بالنتورك ايش بنركز عليها، ما نهتم والله إذا وصلت لهوست معين شو هذاك الهوست بده يساوي أو شو راح يصير فيه، ما إلي أي شيء عليه، أنا بتفرج على الجنرال النتورك as a general خلينا نحكي entity بتفرج عليها. أوكي؟ تمام. هذول بالنسبة للاركيتكتشر للانترودر ديتكشن سيستم، ابروتشز انه كيف احنا بنعمل مثلا ديتكشن للانترودرز ممكن تكون سيجنتشر بيست او انوملي بيست. فاحنا ممكن يكون عندنا سيجنتشر بيست هوست بيست، ممكن يكون سيجنتشر نتورك بيست، انوملي هوست بيست او انوملي نتورك بيست حسب
انا شو الامبلمنتيشن اللي احنا بنساويه. تمام؟ اوكي. اول شيء بنحكي عنه سيجنتشر بيست. كل اتاك عندنا اياه له سيجنتشر. سواء كان سيجنتشر بالكود او سيجنتشر بالبيهيفير. فمثلا ممكن هون نتفرج مثلا مثال هون حاطين اياه. يحكي لك مثلا انه انا بحاول اعمل لوج ان على ديفايس معين. اوكي؟ واذا انا عملت لوج ان 5 مرات ضمن 2 seconds مثلا بعرف انه انا عندي هون ايش؟ انه عندي هون اتاك. هاي سيجنتشر، سيجنتشر انه انا بعمل 5 لوج ان اتمبتس within 2 seconds. اوكي؟ هاي سيجنتشر، اذا دورت ولقيت شغله زي هيك بعرف انه عندي اتاك وبحكي في عندي اتاك وبوقف اي ترافيك بيجيني من هذاك السورس. اوكي؟ هاي الفكرة الأساسية. طبعا الاتاكرز مش أغبياء. شو مشان يلفوا حوالين هالموضوع بحكي لك انا بدل ما اعمل اتاك بالضبط عليه على السيجنتشر تبعي خليني اغير فيه شوي. فبغير بحكي لك بدل ما اعمل 5 اتاكس افري 2 سكندز بعمل 5 اتاكس افري 5 سكندز. هسه جماعه الانترودر ديتكشن سيستم كمان مش اغبياء. اقول لك طيب ما دامكم انتوا عملتوا هيك انا شو بدي اساوي؟ بدي اصير ادور مش بس على السيجنتشر، السيجنتشر وحوالين السيجنتشر اي شيء شبيه فيه احكي انه انا عندي هون ايش؟ possible attack. فباجي بحكي مثلا اذا انت بتعمل مثلا almost او about n login attempts in about m seconds نحكي انه عندنا ممكن يكون في عندنا ايش؟ attack. تمام؟ فهي هي الفكره الاساسيه بالسيجنتشر ديتكشن. بدي اعرف انا شو السيجنتشر للاتاك سواء كان سيجنتشر بالكود تبعه اذا كان في عندي مثلا كود معين او سيجنتشر بيكون بالبيهيفير تبع الاتاك اللي انا عندي اياه. بدي الاقي شو سيجنتشر بعدين اصير اعمل ايش؟ ديتكشن للسيجنتشر او اي شيء شبيه فيه. هاي فكره ايش؟ السيجنتشر ديتكشن. فمثلا دينايل اوف سيرفيس اتاك او خليني بديش احكي دينايل اوف سيرفيس بورت سكان اتاك. بدي اعرف شو بورتس مثلا بالاكنولجمنت سكان اتاك او تي سي بي اكنولجمنت اتاك. والله بشوف اذا عماله بيوصلني مجموعه من الاكنولجمنت من نفس السورس اوكي وكلهم بس اكنولجمنت بدون اي شيء ثاني مباشره بعرف ايش يعني بدون الانيشال الكونكت باكيت بعرف انه والله في عندي اكنولجمنت سكان بورت سكان اتاك مباشره بوقف. وهي هي هي السيجنتشر تبعه. او اذا والله انا عمالي بودي مثلا سيكونس نمبر اوف بورتس كل مره بودي كونكت مسج والبورت مختلف من نفس السورس كل مره هيك 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 بحكي لك استنى شوي شوي هاي بورت سكان اتاك هاي السيجنتشر تبعه. تمام؟ فانا بدي اعرف شو السيجنتشر بناء عليه اي شيء شبيه فيه ايش؟ اعمل له كوارنتين اعرف انه والله هي عباره عن اتاك بدي اوقفه هناك. تمام؟ طبعا هاي المشكله ايش؟ السيجنتشر ديتكشن مشكله اذا انا عندي اتاك جديد ما له سيجنتشر هون مسبب لي مشاكل كبيرة. تمام؟ فادفانتجز للسيجنتشر ديتكشن انه اول شيء سمبل مش هالدرجة معقد. بدي اعمل ديتكشن بدي اعمل اعرف اول شيء شو سيجنتشر بعدين اعمل ديتكشن للسيجنتشر اذا صار عندي. فاول ادفانتج له انه ايش؟ سمبل. ثاني ادفانتج ديتكت نون اتاكس بنفس الوقت بعرف مش بس بحكي لك عندي اتاك بحكي لك عندي اتاك وشو الاتاك. واخر ادفانتج افيشنت سريع بيستهلك ايش الريسورسز الكبيره. اوكي طبعا شو الديس ادفانتج؟ اول شيء السيجنتشر فايل اللي انا مخزن عندي على الديفايس لازم يكون دائما اب تو ديت اي سيجنتشر جديد موجود عندي. طبعا هاي المشكله الموجوده هي كالاتي. طيب بعد فتره مثلا ممكن يصير انا عندي بدل 100 سيجنتشر 1000 سيجنتشر بعديها 10000 بعديها 20000. عملية الكومباريسن مع كل هالسيجنتشر كل هالسيجنتشرز الموجودة أنا عندي هون راح يصير عندي السيستم ايش؟ inefficient. يصير ياخذ معي وقت طويل. ما بقدر اجي احكي والله الاولد سيجنتشر خلينا نكبهم لانه ممكن واحد يجي يعمل اتاك لا او يعمل لونش لاولد اتاك. بهي الحالة لازم السيجنتشر تبعي يكون موجود. اوكي؟
فما بصير انه اجي احكي والله الاولد سيجنتشرز الاخرين كبهم ما بنهتم فيهم ما بنيهم. تمام؟ اوكي. بس signature formats we kept up to date. The number of signatures may become large. It can only detect known attacks. Unknown attacks ما بقدر يعملهم detection. All variation من known attacks ممكن اعملهم detection ممكن ما اعملهم detection حسب شو variation اللي موجود انا عندي. تمام؟ هاي فكرة ايش؟ signature based IDS detection. اي سؤال؟ اوكي. النوع الثاني من انواع الانترودر ديتكشن سيستم بنسميه انوملي بيست. الفكره هي كالاتي. الفكره انه انا بعرف خلينا نحكي شو النورمال بيهيفير للسيستم تبعي. اذا لاحظت بيهيفير جديد ما بتوقع مباشره بحكي شو؟ انا عندي اتاك مباشره بحكي انه في عنا مشكله. اوكي؟ هاي فكرة انه انا بالبدايه بدي احدد شو النورمال بيهيفير للسيستم تبعي، بعدين اي فاريشن من هالنورمال بيهيفير بحد معين بحكي انه ايش؟ انه انا عندي اتاك. تمام؟ ف there are these two challenges زي ما حكينا هون. What is normal for the system and how far from normal is abnormal. اوكي؟ فزي كان بحكي بحدد لي المين والفاريانس. لا 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 بارامترز معينه. طبعا كيف انا بدي اعرف شو النورمال سيستم او شو النورمال بيهيفير للسيستم؟ بدي افحص السيستم واسيف احكي هاي عباره عن نورمال بيهيفير. فاحنا ايش امتى بنحدد شو النورمال بيهيفير؟ نيجي بنحكي ايش؟ نيجي بنحكي والله وي ماست ميجر نورمال بيهيفير دورينج ريبريزنتيف بيهيفير وذين ا سيف انفايرمنت. يعني باجي بجيب السيستم تبعي بحطه بسيف انفايرمنت وبحكي يلا هاي بدي افحص شو النورمال بيهيفير اللي عندنا اياه. بكون متاكد انه ما في عندي اتاكس، انه لو كان عندي اتاكس وانا بفحص بالنورمال بيهيفير مباشره شو يعني هالحكي؟ اذا ظهر عندي اتاك وانا بعمل ريكورد للنورمال بيهيفير شو يعني هالحكي؟ شو يا جماعه؟ يعني الاتاك حيضل بعديها وما حشعر فيه، يعني ما حسوي ديتكشن. ليش؟ لانه انا يعني صنفته من ضمن النورمال بالنسبه لي. بالضبط. صار عندي اتاك وانا بعمل ريكورد للنورمال بيهيفير، فزي كانه صار عندي الاتاك هو النورمال بيهيفير، وبالتالي هاي مشكله كبيره. فدائما لازم يكون ايش؟ العمليه الريكورد للنورمال بيهيفير within a safe environment. اوكي؟ فهي هي الفكرة الأولى. زي البيومتريكس، أنا بالبداية بدي أعمل enrollment phase. هون بهالحالة أنا بعمل شو؟ بعمل الميجرمنت أو normal measurement phase بالبداية. أوكي. طبعا كيف بدي أحسب الأبنورمال؟ مثلا صار عندي وحسبنا normal behavior، بعدين صار عندي behavior جديد، كيف بدي أعرف البيهيفير الجديد؟ هل هو normal ولا abnormal؟ عندنا مجموعة من statistical methods ممكن نعملهم، مش راح نفوت بأي واحدة منهم. بس تعرفوا اسمائهم. عندنا مثلا شيء بنسميه linear discriminant analysis او quadrature discriminant analysis او الهيدن ماركوف مودلز، عندنا السبورت فيكتور ماشينز، عندنا الكي نيرست نيبرز، عندنا النيورال نتوركس، ديب ليرنينج. كل هالشغلات مسميات نستعملها مشان نعرف اذا البيهيفير انا عندي اياه هو نورمال ولا اب نورمال. اوكي؟ فعليا اللي عماله بصير هاي البروبلم الموجود عندنا هاي هي artificial intelligence problem او machine learning problem. اوكي؟ تمام. فناخذ مثال بسيط. نفترض انه انا عندي سيستم فيه مجموعة فايلات. والكوماندز اللي ممكن استعملهم انا هم ايش؟ اما open وريد وكلوز بس. فعملوا مونيتورنج للسيستم بحكي لك اوكي السيكونس للكوماندز مثلا زي هيك. open read close open read close جزؤوهم لبيرز صار يحكي لك ايش؟ خلينا نشوف انا النورمال بيهيفير تبعي open read بفتح فايل بقراه read close بقرا الفايل بعد ما اخلص بسكره close open بسكر فايل بفتح محل ثاني
اوبن اوبن بخطف فايلين ورا بعض. هذول الاربع بيرز اللي ممكن يظهر عندي اياهم. طيب هل ممكن يظهر عندي شيء ثاني؟ هل ممكن يظهر عندي ريد ريد؟ مثلا هون بالسيكونس الموجود عندي اياه هون بحكي لك لا هاي مش نورمال، بس هو منطقي انا اقرا فايل بعدين اقرا فايل ثاني عادي، وين المشكله يعني؟ اوكي؟ فالفكره انه لازم يكون انا عندي الكومبريهنسيف فيو للسيستم حتى اعرف انه البيهيفير نورمال ولا لا. فمثلا مثال زي هيك ممكن انا بدل ما استعمل اوبن ريد كلوز بس ممكن احكي لك ضيف لي رايت، ضيف لي موديفاي، ضيف لي تشينج بروبرتيز، يعني كل هاي الاكشنز اللي ممكن تكون موجوده عندنا اياها. ممكن اضيف انه بدل ما اتفرج على 2 بير اوف او اوف كوماندز اتفرج على 3 بيرز او 3 كوماندز عفوا مع بعض. ممكن اتفرج على الفريكونسي اوف كوماندز، قديش الفريكونسي للاوبن للريد للكلوز للرايت هالشغلات كلياتها. هاي كلها ممكن تحسن لي البرفورمانس للسيستم تاعي، اكون قادر على اني اعرف اذا البيهيفير اللي عندي نورمال ولا مش نورمال. اوكي؟ مثال اخر بحكي لك افترضوا ان السيستم فيه اربع فايلات 0 1 2 و 3. اون افريج يعني مثلا نورمال بيهيفير اون افريج انا بفوت على الـ نعم في اي سؤال؟ طيب اون افريج على الفايل الاول رقم 0 انا بفوت 10%، الثاني والثالث 40%، والرابع 10% او رقم 3 10%. مجموعهم قديش؟ 10 و40 و40 و10 كم المجموع؟ 100 بالضبط اللي هو الوقت تبعي. اذا الوقت تبعي قسمته لاربع اجزاء، جزء ل الفايل الاول والثاني والثالث والرابع، مجموعهم لازم دائما يكون ايش؟ 100. هاي النورمال اكسس تايم تبعي لكل واحد من الفايلات. بحكي لك الكرنت بيهيفير او الكرنت اكسس تايم للفايلات هو الفايل الاول 10% 40% بعدين 30 بعدين 20. هل النورمال هل البيهيفير الجديد هذا نورمال نعتبره ولا لا؟ بنقارن بنحسب الديستنس ما بين الكرنت خلينا نحكي فايل اكسس ماينس النورمال فايل اكسس. هاي السكوير ايرور نحسبهم ونربع كل واحده منهم، بصير 10% ناقص 10% تربيع، 40% ناقص 40% تربيع، 30% ناقص 40% تربيع، و20 ناقص 10% تربيع. مجموعهم قديش بيعطيني؟ 2%. هاي الديستنس بقارنها بثريشولد انا بكون محدده. هون الثريشولد 10%، 2% اقل من 10% اقل من الثريشولد نعتبر انه نورمال بيهيفير، امورنا تمام التمام. بنعدل النورمال بيهيفير وبنضيف عليه ايش؟ الكرنت بيهيفير اللي احنا عرفنا انه نورمال، عشان يضل الموضوع ادابتيف، عشان يضل السيستم تبعي ايش؟ ادابتيف. اوكي وبنمشي. كل ما يجيني مثلا كرنت بيهيفير بضلني اعمل كومباريسون واشوف هل هو نورمال ولا ايش ولا اب نورمال، وبشتغل على الاساس. تمام. فمثلا بعد فتره بعد ما عدلنا، اوكي قبل ما هالحكي لانه في نقطه انا نسيتها، عرفنا انه نورمال تمام، بعدل الكرنت نورمال بيهيفير. بس كيف كيف بعدل عفوا الافرج نورمال بيهيفير؟ حسب ايكويشن احنا بنكون معطين. مثلا زي هيك بحكي لك النيو نورمال بيهيفير ايكوال 20% من الكرنت نورمال بيهيفير او الكرنت بيهيفير بلس 80% من النورمال بيهيفير بريفيوس نورمال بيهيفير. هون بنحدد الريت اوف خلينا نحكي تشينج. اذا كانت مثلا طبعا ال 20% وال 80 بال 10 او 80% هون لازم يكون دائما مجموعهم ايش؟ 100%. ممكن احكي لك 50 ب 50، ممكن احكي لك 60 للكرنت و 40 للاولد حسب ايش؟ السيستم اللي احنا بنكون. اذا انا بدي التغير يكون سريع بنزيد الويت لمين؟ للكرنت. اذا بدي التغير بطيء بنزيد الويت لمين؟ ل الاولد نورمال بيهيفير. طبعا اذا زدت وحده الثانيه بتقل، دائما مجموعهم لازم يكون ايش؟ 100%. اوكي؟ فمثلا هو ممكن اعملها 1 بال10 في اي اوف ان بلس 9 بال10 للاتش اوف ان
عادي. هون احنا ماخذين 20% و80%، بعدل القراءات بحيث انه نعمل incorporation للنيو behavior بحيث انه تكون عندنا اياه. فبطلع عندنا new normal behavior 10% لل H note، 40% لل H1، 38% لل H2، 12% لل H3. كانت بالاساس قديش؟ 10 40 40 10. تمام؟ واضحه لحد هسه ولا كيف؟ واضحه؟ واضحه دكتور. طيب تمام، نفترض اجانا كمان مره الكرنت اكسس صار 10 30 30 30 والكرنت نورمال 10 40 8 30 12. تحسب الديستنس بيطلع عندك مثلا 48%، لا 48 بالالف، والثريشولد 10% هو اقل، نعم اقل، اذا امورنا تمام نورمال. بعمل ابديت للنورمال بروفايل بحيث انه اعكس الكرنت نورمال بيهيفير حسب الايكويشن معطى عنا اياه، فبصير مثلا عندنا زي هيك، بصير عندنا اياهم 10 38 364 و156 بالالف. اوكي، فشوي شوي 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 احنا بنعمل ادوبشن او للكرنت بيهيفير وذين ذا نورمال بيهيفير. اوكي، طبعا في عندنا اكثر من شغله ممكن نعملها، مثلا ديستنس. بعض الناس تحكي لك لا انا بدي اخذ الديستنس حاليا والبريفيوس ديستنسز واشوف شو الترند اللي انا عندي، هل بزيد بنقص شو الاعمال بصير عندي. اوكي، ممكن نتعامل فيها. طبعا ايش المشكله الموجوده عندنا بالادابتي، بانه سيستم يكون ادابتيف. لو اجاني انا الاتاكر وكان الاتاكر خلينا نحكي صبور نوعا ما، فبيجي اول شيء الاتاكر بعمل بيهيفير قريب من النورمال. كيف؟ اوكي، نورمال بيهيفير، وبعمل ابديت للنورمال بيهيفير تبعه بحيث انه يكون اقرب لايش؟ للنيو بيهيفير تاع الاتاكر. الاتاكر بيجي وبيعمل شيء ابعد شوي ابعد شوي ابعد شوي لحد ما يوصل لوين؟ للاتاك تبعه. هاي الحاله الاتاك تبعه راح يظهر عندي ايش؟ كنورمال بيهيفير. تمام؟ فهي هي المشكله الموجوده انا عندي اياها هون. فهو مش 100% ريلايبل السيستم، ولكن شو هو الفيوتشر اللي عندي اياه. ادفانتجز للانوملي ديتكشن، كان ديتكت انون اتاكس، وهي هي ديس ادفانتجز، انه اول شيء مش ريلايبل 100%، فما بنقدرش نستعمله لحاله، لازم نستعمله بث كونجنكشن للمين للسيجنتشر بيست. It may be subject to attack. إذا الأتاكر إجى كان عندي slow وشوي شوي 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 ممكن شوي شوي يصير behavior تاع الأتاكر هو النورمال تبعي. أوكي؟ والأنوملي ديتكشن فعليا بحكي لي إذا في أنا عندي مشكلة ولا لا، فعليا بحكي لي أنا عندك abnormal behavior فقط أكثر ولا أقل. هو مش 100% إنه إيش؟ إنه إحنا عندنا attack، ممكن user جديد للسيستم بكل بساطة. أوكي؟ أي سؤال؟ أي شيء مش واضح؟ تمام الأمور؟ أوكي، إذا الأمور كلها تمام يعطيكم العافية، ما في عندكم أي سؤال يعطيكم العافية، وإن شاء الله نجتمع يوم الأحد. نعم سيدي أحمد، بخصوص الأسايمنت مالها؟ في عندك طالب البروسيدو جنريتر أو سودو جنريتر سودو راندوم نمبر جنريتر، ماله؟ الفرع سي بحكي لك make sure that for each time you run your code a different set of numbers generated. تمام، قصده different seed ولا seed نفسه كل مرة بده يطلع لي شيء أول مرة شغله؟ لا different sequence بيطلع عندك. هسا كيف بده يطلع عندي different sequence؟ كيف يطلع لي different sequence وهو seed نفسه؟ بدي أغير بالseed كل مرة، بغير أحط seed جديد. يعني كل مره بحط له سيد. بس مش انت اعمله اوتوماتيكلي، احنا نحط له سيد، انت بس تعمل ران بعمل جنريشن. حكينا عنها زمانات انه كيف بنحط كل مره نعمل ران بنحط له سيد جديد. اوكي. اوكي، اي سؤال اخر يا جماعه؟ طيب، اذا ما في اي سؤال يعطيكم العافيه، ان شاء الله نجتمع يوم الاحد.